الأخبار الإيجابية والمفرحة لهذا المنتخب حاضرة من خلال يعني تواجد يوسف الأمين، تواجد رومان دولاتشي، وأيضا العناصر التي إن شاء الله ستكون حاضرة في المونديال الشباب. واجد أسماء في دكة البدلاء تكون حاضرة، وإضافة هنا محاولة لمنتخبنا في بداية اللقاء لمباغتة المنتخب البرازيلي كرة داخل منطقة الجزاء، لكن الأولى يحاول منتخبنا من خلال الثواني الأولى أو الدقائق الأولى من هذا اللقاء أن يهاجم بتكتيك المهاجم عماد محمد. لا مهاجم هنا اللاعب، وان شاء الله يكون الاضافه كاوا موراليس، اوغوستو ارثر، هنريكو جين، وكاردوسو رونالدو. مرتده كره خطره الان منتخبنا، انطلاقه يوسف الامين لكن الكره مقطوعه. الدفاع حاضر، شاهد قطع الكره ومر وتقدم اللاعب يوسف الامين، لكن بالنهايه التغطيه الدفاعيه كانت حاضره من قبل شاهد التنظيم الدفاع الجيد مع الاعتماد على الكرات في الأمين. كرة إلى أزهر، تمرير أمامية، منتخبنا خطرة خطرة خطرة، لكن الكرة خطرة، الكرة كانت عن طريق اللاعب يوسف الأمين، لكن التمريرات مثالية والكرة تهيأت على طبق من ذهب. معسكر الذي يقام في إسبانيا، كرة الآن منتخبنا، محاولة يوسف يبحث عن زميل الكرة، يحاول حيدر، خطرة الآن، خطرة عبد القادر، خطرة داخل منطقة الجزاء يبحث عن الكرة العرضية، لكن منتخبنا زيادة عددية حاضرة، خطرة الآن، خطرة منتخبنا، خطرة 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 خطرة، هدف أول، خطرة لكن الكرة مرت، خطرة خطرة. دفاعنا حاضر، دولاتشي يبعد الكرة مرة أولى ومرة ثانية من عبد الرزاق، كرة ليوسف، يحاول لاعب يحاول أن يكون إضافة لكن تغطية برا. كرة لمنتخبنا جهة اليسار إلى يوسف الأمين، يوسف يحاول تمريره لكن مقطوع الكرة، يوسف الأمين تغطية حاضرة، برافو، الكرة إلى ربيع التماس. شباب رأسية أمامية ناحية أسهر، كرة لمنتخبنا يبحث عن زميل بالقرب منه يوسف، يوسف الأمين تهدئة اللعب، الاستحواذ على الكرة، تمرير للزميل يوسف، يوسف الأمين، يوسف بر وتقدم، والكرة ركلة جزاء بمهارة يوسف الأمين كالمهارة اللي كانت حاضرة في المباراة الماضية أمام منتخب الدومينيكان. مر يا عيني على المهارة ويا عيني على المرور والتقدم من قبل يوسف الأمين، وركلة جزاء، ركلة جزاء، من سينفذ الركلة الترجيحية؟ لكن هي جملة تكتيكية بدأت من قبل سجاد، مررها إلى يوسف، ويوسف بالمهارة بالإضافة الكروية ليوسف الأمين لمنتخبنا، اللاعب يتحصل على ركلة الجزاء، ركلة الجزاء الآن لمنتخبنا، نتيجة على المنتخب البرازيلي. شاهد شاهد المهارة، الكثرة الكثرة، لا بل المهارة، المهارة هذه المرة تغلبت وتفوقت على الكثرة من خلال مهارة يوسف الأمين على الدفاع البرازيلي، وبالتالي ركلة الجزاء. عبد الرزاق، منتخبنا أمام فرصة للتقدم، منتخبنا قريب من افتتاح التسجيل وتسجيل هدف أول في هذا اللقاء في مرمى المنتخب البرازيلي. عبد الرزاق، عبد الرزاق قاسم، عبد الرزاق، وهدف أول، جول أول لمنتخبنا الشبابي في مرمى المنتخب البرازيلي، هدف أول بأداء أكثر من رائع، منتخبنا يتقدم بالنتيجة من خلال ركلة ترجيحية نفذها عبد الرزاق قاسم، وهدف مقابل لاش، هدف أول لمنتخبنا. شاهد عبد الرزاق تقدم وسدد كرة قوية، حاول حاول مع الحارس مورايس، لكن التسديدة كانت قوية بالقدم اليمنى من عبد الرزاق، من الكابيتانو، من القائد، قائد منتخبنا الشبابي. عبد الرزاق تمريرة مثالية، يوسف الأمين، الكرة تعود، سجاد تمريرة تصل إلى أسهر، برافو من أسهر إلى اللاعب يوسف، كرات مرتدة، منتخبنا تمرير أمامية، الكرة لكن تغطي من عبد الرزاق، برافو إلى يوسف الأمين، لكن مقطوعة الكرة، تصل إلى يوسف مرة أخرى، يحاول يوسف، يوسف يحاول
الكرة عادت إلى علي صادق، قصيرة بأسرع وقت للاعبين سجاد. من حيث الانطلاقة سجاد حاضر، عندما ينطلق سجاد يوسف الأمين، تمريرة مثالية، يوسف يبحث عن زميل، كرة لمنتخبنا يوسف، محاولة برازيلية، تمريرات مثالية، المنتخب البرازيلي مع تمركز مدافعينا، كرة خطرة وهدف أول، هدف أول كان متوقع للمنتخب البرازيلي نتيجة الضغط للتمريرات بالاختراقات المرور، واللاعب البديل سانتوس كيفن ينجح بتعديل النتيجة في الشوط الثاني. والتمرير والدويتو الكروي كان حاضر ما بين سيلفا ماتيوس وسانتوس، إذن البدلاء هم من صنعوا الفارق. براو من سجاد إلى يوسف الأمين، يا عيني على المهارة، يوسف يبحث عن زميل، يبحث عن تمرير، ألكسندر أوراها من جهة اليسار، الاستحواذ على الكرة، البحث عن زميل، التمرير الصحيح، كرة بالأمور الإيجابية للكادر التدريبي وللاعبنا. تمرير أمامية يوسف الأمين، من سيتواجد؟ كانت شاهد رومان دولاتشي يطلب من زملائه. كرة مرتدة الآن، يوسف الأمين، منتخبنا يحاول، لكن كان بالإمكان أفضل المنتخب البرازيلي عكس الشوط الثاني، ما شاهدنا ضغط على لاعبي المنتخب البرازيلي، وبالتالي المنتخب البرازيلي كان أفضل في الشوط الثاني. خطأ لمنتخبنا، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، الكرة تبعد. هنا شربل شمعون سيشترك بالفعل، شربل شمعون سيشترك الآن، لاعب نادي ويسترن يونايتد الأسترالي، وخروج رومان دولاتشي. هنا تغيير ثاني، عباس فاضل يشترك، وخروج يوسف الأمين.